من صباح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اتحاد الكرة بعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بيخطروا بميعاد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري في 16 أكتوبر، وطالب اتحاد الكرة في خطاب استثناء مسابقة كأس مصر من شرط تجميد المسابقات الرسمية في فترة التوقف لكأس العالم في قطر. فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 في دور الثمانية ببطولة أفريقيا المقامة في تونس، وده بعد ما نجح منتخبنا في التأهل لدور الثمانية وهو محقق العلامة الكاملة بالفوز في كل المباريات. فريق رايو فيليكانو اقتنص 3 نقاط بعد الفوز على فريق اسبانيول بنتيجة 2-0 في مباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن الجولة الثانية من الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة وأحمد عشان نكمل معاكم فقرات صباح خير مصر. شكرا ليك يا دينا.